خديجل اللي عيطوا لها ربوزه اللفت. ربوزه اللفت بس جيجل تواصلوا معنا رقم الهاتف اكيد راح يظهر، عيطوا لنا وتكلموا لنا على هذا الطبق التقليدي عندكم. نعم هذه ياكلوها خضر بزيت زيتون وخبز فطير، هذه لازم تكون فيها الكسره خاطر لهم ما تاكلوش الخبز العادي. كاين كسره اليوم؟ كاينه. اه مزيه. عندنا لهنايا اللحم باللفت اللي هي حنا كما حنا نقول لك سلي فلي ارجيروا اللي يديروا اللحم باللفت سيرتو مرقه بيضاء كما حنا نقولوا يديروها بزاف. مش دائما نعرفوا مرقه بيضاء. نعم. اليوم حديروا اليوم حديروا على كي حندير حساء راهو سوب بلونش، حنا دائما كاسيو لي بلاطو تاعنا كي نديروا حساء احمر نديروا لاصوص بيضاء، كي نديروا الحساء يكون نبدلو باش يكون عندك اون فاريتي في الاطباق تاعك باش الماكله كي تحط المايده تاعك تكون فيها الوان. نعم وعندنا لهنايا الخشخاش اللي لبينا الطلب للسيده اللي قالت لي عليها لا دنيير فوا، حبيت كيما نقولوا اليوم نلبي لها طلب ديالها. ان شاء الله يا رب ان شاء الله نبداو. نبداو على بركه الله. عندنا حساء اللفت، واش عندنا؟ عندنا كميه تاع اللفت، انا من الاحسن ان ندير اللفت الطويله هذه العاديه. حاطش على اللفت هذه، هذه تكون حاره شويه ماشي كيما هذه العاديه. نقشروها كامل نديروا في نضيفوا لها لهنايا زوج حبات ولا تاع البصل، هنا من الاحسن يكون البصل الاخضر البصل الطري. نزيدوا نقليوها معاها حبه تاع البطاطا، دائما ما نستغناوش عليها هي باش تخطر لنا بط الحساء ديالنا. وشويه تاع المعدنوس، ملح، فلفل الكحل، وشويه زيت، وشويه زبده. نقلوا مليح الخضر تاعنا ومن بعد نرقوهم كيما يطيبوا لنا الخضر تاعنا نميكسيوهم ونقدموهم بشويه تاع المعدن.